يبدو أن الانقسامات المحلية والدولية حول إمكانية ربط العراق بطريق الحرير قد تبددت بعد إعلان الشركة العامة للموانئ العراقية الشروع بتصميم مشروع القناة الجافة، والذي يعد بداية للربط البري والسككي ما بين ميناء الفاو الكبير وقارة أوروبا عبر تركيا، بحسب التصريحات التي جاءت على لسان مدير عام الموانئ والتي أعدها سياسيون واقتصاديون تجرداً عن الخلافات والصراعات وتغليباً لمصلحة البلاد. قناة الجافة أكيد سوف تؤثر بشكل إيجابي، وهي قبل كل شيء، يعني حتى قبل أن يعني نتحدث عن طريق الحرير، هي اليوم مطلب اليوم النشاط التجاري العراقي في ضوء زيادة سكانية، في ضوء يعني المناسبات المليونية اللي صير عندنا، أو حتى اليوم النشاط الاعتيادي للأسرة العراقية اليوم في ضوء يعني لا نقول الرفاهية، ولكن زيادة يعني الدخل الشهري للمواطن العراقي اليوم، أكيد اليوم كان هناك زيادة وطلب، وهذا الطلب يحتاج إلى طرق للمواصلات. إذا نقلت البضائع عن طريق البحر سوف تجد أنه البضائع لم تصل إليك إلا لا يقل عن 43 يوم، في وقت أنه إذا كان في ميناء الجاف السكك الحديد لا تزيد على 17 يوم، وهذه أعتقد أنه نصف المسافة. وكل رجال الأعمال وكل الشركات تلجأ لهذا يعني الفارغ الزمني الكبير. خطوة وإن أتت متأخرة لكنها قد تحقق مكسبا اقتصاديا كبيرا في رفض خزينة الدولة بإيرادات مالية تعزز ما تحققه الإيرادات النفطية التي يعتمد العراق عليها كمصدر أحادي. حاليا نحن بلد ريعي يعتمد على ما ننتجه ونصدره من نفط، ممكن أن تلعب الموانئ دورا محوريا في تغذية خزينة الدولة بالأموال. هناك تنافس شديد على مستوى عمل الموانئ في المنطقة، والعراق صراحة تأخر كثيرا في بناء هذا الميناء وفي تطوير الموانئ الأخرى. نتمنى أن تكون هناك خطوات متسارعة لحسم هذا الأمر لصالح العراق، ويجب أن تكون مصلحة العراق هي التي ينظر لها أولا وأخيرا. ويشير مسؤولون حكوميون إلى أن إنجاز مشروع الربط البري والسككي مرهون بإمكانية توفير التخصيصات المالية، كونه بحاجة إلى أموال طائلة تقدر بـ 12 مليون دولار للكيلومتر الواحد. أثير العباد، ديوان نيوز، البصرة.